الهلال والاسماعيلي. يلا بينا. نشرب ميه كده وواحد الله. لا لا ده انا مركز بس بقى لو مسكت الكون شفت الكومنتات اللي عدت هتعمل ايه؟ ها؟ هترمي نفسك من فوق الترابيزه. في اسبوع 7000 بيشتموا فيا. شفت ميه؟ عايز اسالك على تحليل فني كده بسرعه لمباراه النادي الاهلي، ايه رايك في اداء النادي الاهلي النهارده؟ اول حاجه النادي الاهلي هي مباراه تعتبر متوسطه شويه، يعني المباراه مش هقول ان هي مباراه عاليه قوي، بس في مكاسب امام عاشور، عوده امام طبعا عشور. طبعا بالنسبه لي هو اهم مكسب النهارده النادي الاهلي نص ملعب. النادي الاهلي ده نص ملعب بالنسبه لي انا مثالي، اكرم ومروان وقدامهم امام مثالي. والنهارده حتى النهارده الراجل مش دايما كولر، بحس ان الفرقه في الحاجات الثابته بتعمل حاجات. النهارده عملوا كام كره ثابته هايله، الكورنر والفاول يعني في اول ماتش، في اول ماتش دي في فاول في اول ماتش بتاعت علي معلول حلوه جدا، والكورنر حلوه قوي بتاع حسين. فالنادي الاهلي النهارده، وانا عاجبني جدا جدا شوبير مصطفى بجد، فارق مع النادي الاهلي مصطفى بيكسب النادي الاهلي. انا من وجهه نظري مصطفى شوبير بيكسب النادي الاهلي. النهارده كان مصطفى في كوره في الاخر خلاص تعادل الاسماعيلي، كان هيرجع وهو ناقص لعيب. كان عاجبني جدا علي معلول. علي معلول من اللعيبه بالخبره النهارده، لعيب ذكي، لعيب لما يوصل 35 36 من الذكاء ان يعرف يقف امتى ويجري امتى. خلاص علي وبرده ده ما يمنعش النادي الاهلي لازم من دلوقتي يشتغل على البديل، لان علي معلول خلاص هو في تجديد لعلي معلول اللي بقى فيه بديل لعلي. علي سنه مش معاك في كل البطولات. الشريف بيتكلم صح، افرض علي لا قدر الله حصل اصابه مش هيبقى موجود معاك في كل البطولات. بس من انا عندي معلومه ان علي معلول مش عايز يمشي من النادي الاهلي ومرحب انه يقعد. بس انت ابراهيم سنه الحياه برضه سن هو علي مستني تقدير بس من اداره النادي الاهلي، بس سنه مش هيقدر علي يلعب دوري وكاس ودوري ابطال وكاس عالم انديه، محتاج ان حد تاني. اكرم ومروان، مروان عطيه هايل، مروان عطيه بجد لعيب كبير. انا مقتنع جدا 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 ان مروان، انا كنت بحب طارق حامد جدا في نص الملعب. انا مروان بالنسبه لي نفس ستايل طارق وعلى احسن كمان شويه، ف ده مكسب كبير. امام عاشور في حته تانية خالص بصراحه، لعيب كواليتي، لعيب كان نفسي يلعب او يحترف، كان نفسي يعني يكمل. خد بالك بيلعب في النادي الاهلي افضل نادي يعني برضو طبعًا. بطولات وكمان كابتن كاس العالم للانديه هو هيبقى كاس عالم، واخد بالك يعني امام عاشور هيبان فيه يعني، معلش فرق كتير هيلعبوا ماتشات كبيره. يعني انصح امام اللي بعد كاس العالم يفكر في الاحتراف، فكر له يمشي. امال دلوقتي هيبقى بس هو بنسبه كبيره هو عايز يقعد. بس انا اختلف في حاجه بس مع الكابتن شريف اللي بيتكلم على مروان واكرم. انت لو جيت بصيت النهارده يعتبر الاثنين بيلعبوا ست. انت لو جيت ركزت في الماتش هتلاقيهم بيلعبوا ست، دي بصل ده كل الكور بالعرض. شريف قال نقطه مهمه على طارق حامد وعلى مروان، انا اسيب طارق دي لوحده واسيب مروان لوحده. امال الاثنين لو جيت بصيت النهارده لعيبه كويسه جدا، بس الاثنين ما ينفعوش يلعبوا مع بعض. مع احترام النادي الاسماعيلي ما ينفعش الاهلي يلعب باثنين، يعتبر الاثنين كانوا ست. هو كان عايز يعملها الشوط الاولاني زي حمد فتحي اما كان هو بيروح واخد بالك بيلعب 8 وبيلعب 6 في نفس الوقت، اللي هو شريف اما الهجمه تبقى مع عند محمد هاني اللي هو بيخش المنطقه عشان يلعب بدماغه. طبعا اكرم جه حاول يعملها طبعا مش هيعرف يعملها، عشان طبعا حمدي بيعرف يجيب جون. يعني حمد يعني بيعرف يتقدم امتى، وكمان كان بيلعبها في امبي قبل كده. يعني اتفرجت على حمد وهو في امبي كان بيحب اللي هو يخش ال 18 بيلعب بدماغه كويس والكلام ده. لو جيت بصيت يعني على طول هتلاقي الاثنين بيبصوا بالعرض، لازم واحد فيهم هو اللي يلعب. انت عايز تحط مروان وعايز تحط اكرم، الاثنين مش هينفعوا يلعبهم. مع احترامي برضك يعني النادي الاسماعيلي مش هاني اللي لعبه باثنين ست، لو جيت بصيت برضك هتلاقي الاثنين بيلعبوا ست. يعني امام عاشور هو الوحيد يعني راجل جاي من اصابه بقاله شهر ونص 77 دقيقة ما بطلش جري، ولاعب الشريف كان بينزل 6 وكان بينزل 8، يلعب هاف يمين ويلعب هاف شمال على المدار بيعرف يقف على الكورة. أنا عاجبني وكمان هو عنده الحلول. يعني إمام عاشور مش اللي إحنا نقول أحسن لعيب في مصر. إمام عاشور لو فضل في النادي الأهلي أنا بقول لك هيبقى أحسن لعيب في أفريقيا، ده حقيقي داخل القارة، ده حقيقي. عشان لعيب عنده حلول وعنده رؤية، بيلعب برجله الاثنين، بيفكرنا بالكابتن حازم إمام، كابتن حسام غالي، مفيش اللعيبة اللي زي دي دلوقتي. مظبوط. طيب معلش طيب. احنا كنا انا وانت بنتكلم على نص ملعب النادي الاهلي، احنا بنتكلم مقارنه نص ملعب النادي الاهلي ماتش مازيمبي كان وحش جدا. ليه بنتكلم؟ انا بالنسبه لي السولية و عشان السولية كان مستوى وكوك وكوكا و مستوى وحش يا كابتن. بس انا ما طلعش السولية العب، كان المفروض قفشه السولية اقرب
ما برضك لو جيت بصيت برضه عشان كان فيه في موقف حصل السولاب بيلعب لقدام يا كابتن يعني السولاب بيلعب لقدامه وبيشوط كويس والكلام ده بتحط زي ما كانتش ماشيه معاه بتحط كوكا بتحط اكرم معلش مع احترامي اللعيبه كويسه بس ما عندهمش هي ليها ليها ما عندهمش الحته الهجوميه ليها مميزاتها وليها عيوب مميزاتها انت بتخلي امام براحته مميزاتها انت بتخلي امام بتدي له الحريه ان يروح ويهاجم حتى لو ما رجعش انت مش هتضرب منك لعيب عندك اثنين النهارده الضغط باكرم ومروان مش طبيعيين النهارده ضغط وضغط النهارده يعني بيجروا جري مش طبيعي فهي ليها مميزاتها وليها عيوبها حسب انت عايز ايه لو انت عايز طار امام وعايز تهاجم لازم تلعب باثنين زي دول ورا هي بقى حسب الراجل هو بيثبت برده نص الملعب عمال يغير كل شويه بس انا شايف ان دول انسب ثلاثه ولو اجايه موجود ممكن احط اجايه مكان اكرم يعني لو اجايه بقى اجايه بيزيد وبيروح وبتاع قصدك على ديانج سوري على ديانج ديانج لو موجود هيبقى موجود مكان اكرم جنب مروان هيبقى نص ملعب بالنسبه لي هيبقى احسن اكيد علشان اكرم الحته الهجوميه عنده هو ومروان هم فعلا شبه بعض شويه لكن بالنسبه لي الاثنين هل مستر كوي ممكن يدفع بقالي ديانج انا بقالي ديانج بقاله 6 شهور صعب جدا الفتره اللي جايه بصوا هقول لك حاجه غريبه جدا هو انا برده كولر مش فاهمه في حاجات ما هو برده في ناس بتيجي من بعيد تلعب لا صعب خلي بالك موضوع قفشه مش بتكلم على قوي ده انسى قالوا ديانج مش بتكلم على ديانج موضوع قفشه انا برده عشان اخد بس من كلامك موضوع قفشه ما انا عايز اسالك على دي ما تستعجلش تعديت من وائل الاباني ولا ايه لا قول لي ما تعديتش خلينا في دي بعد كده هسال في حاجات هسالك فيها نسيتني كنت بتكلم على الاقل ديانج تفتكر انه ممكن يستفاد انا شايف ان الراجل ما بيفرقش معاه بعيد قريب ما هو عنده قناعات صعب قوي عادي يعني امام رجع من بعيد خدك حتى لو اسبوعين ثلاثه مش عايز ادخل في قفشه بس اسبوعين ثلاثه في الكوره وانا بلعب هسالك انا هرجع لك هسالك وهساله في النقطه دي